سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة يعني سهلة مهلة وما فيهاش يعني مكونات بزاف. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو بيان سور الفارينة اللي هي 400 غرام تاع فارينة. نحتاجو هنا زوج مغارف كبار تاع السكر. هنا عندنا مغرف كبيرة تاع زبدة لازم نخرجوها من قبل يعني باش تكون درجة حرارة المطبخ. هنا عندنا بيضة واحدة، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز. هنا كيما تعودتوا يعني هذه البودرة تاع التشينا يعني اللي درتها يعني في فيديو سابق يعني الاخوات اللي يعني دخلوا جدد. وهنا عندنا كاس تاع حليب دافي وبيان سور الملح. نبدا بعربك تلا في الوصفه نتاعنا. اول حاجه راح نديروها هي نحكموا المغرف كبيره تاع خميره الخبز كما قلت لكم. نزيدوا لها زوج مغارف كبار تاع السكر ونخلطوا معها الكاس تاعنا تاع الحليب اللي قلت لكم لازم يكون دافي. نخلطوا كامل المكونات مليح ومن بعد نزيدوا لها هذاك يعني لو زيت تاع التشينا. اللي تحب يعني يدير الخارص دير، واللي تحب يدير يعني لافاني دير. بصح يعني بما ان في الموسم تاع التشينا يعني معناها نديروا التشينا خير. انا روحوا نضيفوا البيضه نتاعنا هذه سهلة يعني بيحبوها دراري صغار. هنا نبداو نزيدو في الفارينة تاعنا. كما قلت لكم الفارينة انا ديجا غربلتها. أول شيء يعني خلطوا بالفوي ومن بعد يعني نستعملوا بيضنا. هكا نلموا كلش مع بعضه حتى يعني نتحصلوا العجينة يعني متماسكة. هلا يعني صدقوني هذه يعني يعني لي بيني هذوما يعني حيجيو خفاف. كما شفتوا يعني المكونات تاعهم يعني ماهمش يعني بزاف. لموا مليح يعني العجينه تاعكم. ودرك نروحو ندلكوها يعني حوالي 5 دقائق. ما قلت لكم هنا ندلكو العجينه تاعنا يعني مليح حوالي 5 دقائق. هلا ندلكوها مليح. هنا بعد ما دلكناها مليح واش نديرو؟ نزيدو هذيك المغرف كبيره تاع الزبده كيما قلت لكم اللي قلت لكم ديجا خرجوها من قبل يعني باه تكون طريه. ودخلوا الزبده مليح العجينه نتاعكم. لو انكم تعجنوا وتلموها او ميم طون باه تدخل يعني العجينه في البابا تاعكم كامل. كيما راكم تشوفوا بعد ما يعني دخلت الزبده هذيك في لاباط تاعي نحطها في لو ريسيبيون هذاك بعد
خلي بها ترتاح مدة ساعة يعني باه نكملو يعني نشكلو لي بيني نتاعنا هكا يعني حتى دوبلي لو فوليوم تاعها. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا لاباط نتاعنا راهي طلعت. واش راح نديرو؟ اول حاجة نديغازيوها كيما راكم تشوفوا، نحطوها فوق لو بلون دو ترافاي تاعنا. ونبداو نحلو فيها باه نشكلوها. حلو مليح لاباط نتاعكم هانا. فوالا كيما شفتوا حبيباتي راني هنا ني حليتها. دوك شنو راح ندير؟ نروح ندير هكا ونحل بالطول على هكا، ندير هكا شرائح. حاولوا انكم ديروهم كامل قد بعضاهم هالا، ومن بعد نديروا هكا. فوالا هادو ما نخليوهم يرتاحوا يعني نحيوهم كيما راكم تشوفوا. نحيكم وحده على راكم تشوفوا هكا، نحطوها نخليوها ترتاح يعني مده 15 دقيقه ومن بعد نروحوا نقليوهم. حبيباتي بعد ما عدوا 15 دقيقه كيما راكم تشوفوها، شوفوا كيفاه عاودوا طلعوا. دوك انا حطيت الزيت يسخن، روحوا نقليهم مع بعضهم. دابا على بركه الله نقليو لي بنيه تاعنا. كيما قلت لكم انا حطيت ديجا الزيت كان يسخن. نضيفوا الحبه الثانيه بعد يعني بعد ما يسخن نقصوا عليه النار، يعني ما تخليوهش يبقى يعني على نار قاويه. جوست تشوفوه محمر يعني من تحت، عاودوا اقلبوا هنا. نحي الحبه تاع الاولى، اقليوهم يعني بالعقل ما يعني ما يغلبوكمش. هنا نزيد نحي الحبه تاعي الثانيه، نزيد ندير حبه واحده اخرى. انا نكمل نقلي يعني كامل لي بيني تاعي ونعاودو نشوفو كيفاش نكملوهم. بعدكم شوفوا حبيباتي هنا انا كملت قليتهم. دوك نبداو نديروهم الكونفيتور نديروها يعني نحلو نجيب اون بوش ادوي هذه نحطو فيها لا كونفيتور تاعنا. فوالا نفرغو ديراكتومون هكا فوالا، ونبداو نديرو الكونفيتور تاعنا كيما راكم تشوفو جا من الفوق كامل. نحكمو هذا تاع يعني تاع الشوا، نفتحو نديرو فتحة صغيرة هنا فقط. انا نقطع هنا ندير فتحة في البوشة تاعي فوالا، ونبدا نعمر لي بيني تاعي هنا. هذه الحبه الاولى، نزيدو نديرو حبه ثانيه هكا بيجيوكم يعني الحبات بارفيت فوالا. فهداك الثقب هذاك لو ترو ونعمرو. انا نكمل نعمر الحبه تاعي كامل ونعاود نولي لكم. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا انا كملت لي بيني تاعي، درت لهم الفوق شويه سكر غلاس، زينتهم شويه بالشوكولا. دوك نفتح وحده معاكم يعني باه تشوفوها كيفاش راهي من الداخل. شوفوا يعني وخفيفه لا كونفيتور كامل. ان شاء الله تكون الوصفه دي عجبتكم وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش يعني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دي قصات واحد اخرين. نقول لكم بالتوفيق للجميع ومع السلامه.